هي احنا مع كل احتفالية في أداء اليمين بنشعر بالسعادة والأمل. السعادة أن هناك دم جديد يضاف للأجيال السابقة عليكم، وهذه الدماء الجديدة يكون لدينا كل الأمل فيها، في أن تحمل الرسالة وأن تؤدي ما عليها من أمانة لكي تستمر المحاماة، لكي تستمر المحاماة رسالة حقيقية فيها من يحملها ويدافع عنها ويتحدث باسمها ويؤمن بمضامينها ويؤمن بمواثيقها وعهودها، لأن المحاماة عهد، والقسم الذي يؤديه المحامي في مستهل حياته هو قسم لو تعلمون عظيم، لأنه ممتد الأثر، ممتد طوال حياتك المهنية، مش لأنك النهاردة هتحلف اليمين تبقى خلاص الموضوع خلص. أنت حلفت على اللي فات، أنت بتحلف على الآن وغدا مع كل الناس أن تؤدي بالأمانة والشرف والاستقلال. دي مواثيق صعبة النقول عنها، النقول عنها هزيمة، هزيمة نفسية، هزيمة للإنسان ذاته، وهزيمة للقيمة التي تنتمي إليها وللمهنة التي تشرف بارتداء روبها. لأنه المحاماة مش وظيفة، مش حرفة، مش شطارة. واللي فاهم إنه المحاماة شطارة، أو حد يفهمكم إنه المحاماة شطارة وتلاعب القانون من أجل وصول للناس بما لا يستحقون من حقوق، أو تضيع على ما لدى الناس من حقوق، يبقى بنرتكب جريمة في حق أنفسنا وفي حق الوطن وفي حق المحاماة. المحاماة لأنها مش وظيفة، لأنها مش حرفة، فهي في حالة استمرار، في حالة إيمان بالقيم الكبيرة النبيلة، القيم الكاملة المتكاملة التي لا تقبل التجزئة، زي أي قيمة لا تقبل التجزئة. المحاماة قيمة غير قابلة للتجزئة، يعني ما ينفعش تبقى محامي شريف في حتة في منطقة ومحامي غير شريف في منطقة أخرى. محامي مستقل وأنت تؤدي رسالتك في مكان في دعوة، وغير مستقل في الدعوة الأخرى. لا، القيم الكلية غير قابلة للتجزئة، زي أي شيء في حياتنا. الشرف قيمة كلية لا تقبل التجزئة ولا التبعيض. الكرامة أيضا قيمة غير قابلة للتجزئة، ما ينفعش أبقى عندي كرامة في جنب وما عنديش كرامة في الجنب الآخر. علشان كده احنا حريصين انه مش بس نقول نذكركم بالمحاماة وبدورها، وانما حريصين على ان احنا نقول لكم في بداية حياتكم مناطق مهمة هي بدايات لازمة لكل محامي. هذه البدايات احنا في الوقت القصير اللي بيسبق اداء اليمين بنحاول نوصل جزء منها، في معهد المحاماة هنوصل الجزء الاخر، لكن على الاقل لازم نوصل رسالة هذا الذي يؤدي هذه القيمة، هذه المحاماة، من حيث الشكل ما الذي يجب ان يكون عليه. يجب ان يكون من حيث مظهره دال على مخبره، من حيث الجودة ومن حيث اللياقة، في انه ما ينفعش المحامي يبقى مظهره غير لائق بأي مضمون وبأي شكل. مش معنى اللياقة هنا اللبس الغالي، اللياقة هنا الحد اللي احنا كلنا بنحرص عليه، البدلة الكاملة للمحامي. ده مش محتاج جهد في ان احنا نفسر هذا الامر. ما ينفعش المحامي ما يلبسش البدلة في الجلسة ولا في النيابة ولا هو رايح للمحضرين ولا حتى هو رايح المكتب.
لازم المحامي يظل محافظ على مظهره إلى آخر لحظة في حياته لغاية ما يدخل بيته. هنا يبقى متحرر يلبس اللي هو عايزه. مش مرخص للمحامي إنه يتهاون أو يبدو بمظهر لا يليق به، لأنه في النهاية مش بيأثر على نفسه بس، أولاً هو بيخسر احترام الآخرين له من حيث الشكل كده، من حيث الانطباع. أنت لما تشوف واحد مش يتقال له أنت محامي والناس تشك في إنه محامي، دي في ذاتها إهانة. إنما أنت تنقل هذه المهانة إلى الهيئة التي تنتمي إليها كلها، فيقال ده المحامين كذا، أو ده هو ده أصله عشان محامي. أنتوا شفتوا وكيل نيابة في مكتبه مش لابس بدلة؟ مش لابس وهو في المنصة قاضي مش لابس بدلة؟ وهو رايح يؤدي واجبه في أي مكان، حتى وراح معاينة في قضية أو في غيره، مش لابس بدلة؟ المحامي كذلك. المحامي يجب ألا يكون لديه إحساس ولو واحد في الألف إنه أقل شأن من وكيل النيابة أو من القاضي. لو وصلته هذه الرسالة يبقى بلاش يقعد، بلاش يبقى معنا أحسن، بلاش يبقى محامي، يوفر، يخلي بقى الاعتبارات دي، يمكن ينجح في حاجة تانية. إنما بالقطع مش هينجح في المحاماة. وأنا بقول وأنا أراهن أن المظهر جزء من نجاح المحامي في مستقبله كله. مش بس المحامي، المحامية أيضا بذات التوجيه معنية، مش بزي محدد، مش بملابس محددة، لكن بالحد الأدنى من الاحتشام اللي يحمي البنت من العدوان الذهني والبصري. ما ينفعش المحامية تبقى لابسة لبس لا قصير ولا كاشف ولا مجسد. دي مسائل كلها بناتنا متربين عليها في بيوتهم كويس، وانا واثق في بناتي في ان هم محافظين على هذا المستوى من اللياقه. ما ينفعش المحاميه تترخص في لبسها لدرجه انه تعرض نفسها للقيل والقال من حيث الشكل او الاحتمال الظن بها بسوء. ليه ما نحمي نفسنا؟ ما نحمي نفسنا ونحمي القيمه اللي احنا حاملينها. في فرق بين ان انا ابقى في البيت وابقى في المحكمه، فرق في النادي وفي الجلسة أو في عمل من الأعمال، ده موضوع وده موضوع. فالحد الأدنى اللي أنا شايفه الآن حتى في أمامي في بناتي شايفه هو ده الحد المقبول المعقول. بس ما ينفعش بقى الجنسات، وأنا بكلم للجنسين ولا الملابس الملتصقة أيضا للجنسين، للأسف اكتشفت إنه في ملابس الرجال أشياء زي الاستريتش كده، يبقى لابس بنطلون ماسك في جسمه وماشي ولابس عليه حتى جاكيت، ما ينفعش، مش لايق، مش دي الرجولة، مش دي المحاماة. علشان كده احنا حريصين ان احنا نؤكد على لزوم المظهر اللائق، لزوم المظهر اللائق، لانه ده عنوانك، ده باب قبولك لدى الاخرين وباب تقييمك عند الاخرين. اذا تقيمت صفر معاش هينفع بعد كده ترفع من الصفر اي حاجة، لكن لازم تبقى محافظ على هذا الشكل. ايضا مش بالشكل لوحده نمارس المحاماه، وانما ايضا بالمضمون، بالموضوع، مش بس لابس بدله ومش بس لابس كويس ومش بس في محافظ على مظهري، لا، كمان لازم ابقى عندي حد الادنى من الثقافه القانونيه والثقافه العامه التي تؤهلني لكي اكون محامي. اتعلم، لازم تبحثوا، لازم تدركوا انه اللي انتوا درستوه في كليات الحقوق لوحده ما يكفيش، لا تبقى قاضي ولا تبقى محامي، قولا واحدا مش هينفع. اللي درس في كليات الحقوق الان حتى بعد المناهج اللي بتنزل مستواها واللي ملازمها بتقل واللي داخله على اعتبارات اخرى في الاختيارات والتنشين وغيره، في النهايه ده ما يؤديش الى انه فيه محامي لديه ثقافه قانونية حقيقية. لازم يتعلم نفسه بقى، يعلم نفسه، بيعمل دراسات إذا أراد، يعلم نفسه بالقراءة، بالاطلاع، بالبحث، بالجلسات، بحضور المرافعات، بحضور الحوارات اللي في غرف المحامين بين المحامين في القضايا وفي الإشكاليات، علشان أستفيد، علشان أنمي ثقافتي. ولما تبقى في فكرة مش عارف أسأل أو سألته ما خدتش فيها إجابة، لازم أرجع أشوف أستاذي أو أشوف الكتاب علشان أتأكد من المعلومة وأثبتها في ذهني، علشان ابقى قادر على اني اؤدي واجباتي كمحامي بما يليق وبما يجب ان يكون عليه الحال. كذلك
برضه مش القانون لوحده كفايه. في فرق، انت ممكن تبقى في القانون 10 على 10 بس في المحاماه ده يوصلك لمستوى المتوسط الجيد، انما علشان تبقى متميز لازم يبقى عندك ثقافات اخرى، لازم يبقى عندك ثقافه اخرى، قاري في التاريخ والجغرافيا وفي الرياضه وفي الفن، في كل مناحي الحياه، في الفضاء، في علوم الفضاء، في كل شيء. ليه؟ لان ده بيساعدك على توسعه ملكاتك في التعامل وفي فهمك للامور وفي تقديرها وفي قدرتك على ان تسبق زميلك الذي يقصر ثقافته على القانون فقط فانك تتفوق عليه. إذا أردت أن تكونوا متميزاً، وأنا أردتكم جميعاً أن تكونوا متميزين، عليكم بالثقافة العامة التي تضيف للثقافة القانونية إضافات تدخلك في مجال المتميزين في العمل. لذلك دي القيمة اللي احنا حريصين على أن احنا نؤكدها في رسائل قصيرة. أيضاً رسالة أخيرة تتعلق بعلاقتنا ببعضنا كمحامين، علاقتنا مع الأغيار، مع الغير، مع الجهات الأخرى. لابد أن تتسم بالاحترام، الاحترام الذي يعبر عن احترامك لنفسك. ما فيش حد يقدر يجبر حد على احترامه إلا إذا كان هو محترم لنفسه، إلا إذا كان هو عنوان لهذا الاحترام. والاحترام اللي أقصده هنا إنك تحترم الكبير والصغير معا، بل والصغير قبل الكبير. لأنك لو قصرت احترامك على الكبير دون الصغير، أو الكبير هنا أقصد مش السن بس، أقصد الوظيفة والقيمة والوضع الاجتماعي، ولا تتعامل باحترام مع العامل ومع الغفير ومع المساعد ليك في المحكمة أو في المكتب، تبقى مقصر، تبقى منافق، لأنه الاحترام قيمة مش قابلة للتجزئة. الاحترام إنك تحترم كل الناس، عشان ما تبدوش أمام نفسك أنك تداهن فقط ولا تحترم، أنك تخشى فقط ولا تحترم. الاحترام يبدأ من أول السلم لآخره، مش من آخره لأوله. لذلك احترامكم لابد أن يكون لأنفسكم، في تعاملكم مع بعضكم البعض يجب أن يكون بما يليق أن يكون عليه الحال، بما تقبله أنت من خطاب تتمنى أن يخاطبك به الجميع، فتخاطب الجميع بما تتمنى أن يخاطبك به الناس. دي الرسالة أو الرسائل القصيرة اللي أردت أن أوضحها لديكم في أول جلسة من جلسات عملكم بالمحاماة أو بداية اشتغلكم بالمحاماة، لعلها بإذن الله تدفع بكم إلى طريق أو إلى مستقبل ناجح يضيف للمحاماة قيمة ويضيف للمحاماة رسل كبار في عالم المحاماة.